عملتوا اهداء كده جواكوا، كان في طاقه تجاه الرائعه الراحله رجاء الجداوي طبعا. وده كان اخر فيلم تشارك فيه، هي انتوا وقفتوا تصوير قبل ما هي تدخل تصوير مسلسل رمضان لعبة النسيان. مسلسل لعبة النسيان. احكولي عن الست دي وعن الاهداء اللي انتوا بتحملوه بداخلكم لها. والله الاهداء ده كان مشترك مننا كلنا، يعني بادي من عند الحاج احمد لغايه الـ الناس اللي اشتغلت في الفيلم كلها. استاذه رجاء يعني قد ايه ملتزمه، شاطره، روحها حلوه جدا. يعني ابسط حاجه مثلا جايه وجايبه بوتنسالي للناس كلها عشان اولادي، لكل دول اولاد. وكل خير حبيبي عشان يا ستي كتر خيرك والله، مش لازم تعملي كده. فهي كانت جميله جدا جدا جدا، شاطره جدا جدا جدا، مريحه جدا. ف اتاثرنا جدا بجد باللي حصل والتعب من بدايه تعبها يعني. وكان قرار انها تبقى الفيلم ده اهداء لروحها عشان كل اللي يشوف يترحم. لان ولما نزلنا البوست ده الحمد لله يعني كل اللي بيقرا بيكومنت بيترحم، فهي تستحق كل خير. وهي عملها الخير وعملها الكويس مخلي ده يحصل يعني. ممتد جدا، قرار جماعي نبيل وجميل من صناع الفيلم.